أركان ورعد، تفضل. يلا شو قد الصفقة مالتك؟ وانت؟ انت شلون صفقة؟ الله هادي هادي الله هادي ومستعجل وقلق وسريع. إذا خلونا على السرعة، خلونا على السرعة، إيد ورا الظهر، إيد على الطاولة. السؤال يقول: سألنا 100 رجل متزوج بهذا السؤال، سألنا 100 رجل متزوج، قم بتسمية شيء في منزلك. شنو؟ 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 خل أكمل السؤال. سألنا 100 رجل متزوج، قلنا لقم بتسمية شيء في منزلك قد ترغب حماتك في استبداله. يلا ما تكبر. أعيدوا. عرفوا؟ الأثاث. حماتك الأثاث ترغب في استبداله. الأثاث. الأثاث. خلنا نشوف. الأثاث. برافو برافو. والأثاث جاء بالاحتمالات الأخرى الخامس. خلي نشوف الآن أستاذ أركان، إيش تعرف أنت ممكن نجي وياك؟ نعم. ما هو مو عالي. إيه. إحنا 1 2 3 4. السؤال. السؤال: قم بتسمية شيء في منزلك قد ترغب حماتك في استبداله. قال الأثاث. أنت شو تقول؟ أثاث. يجوز قد ترغب في الكنة. ها؟ الكنة. الكنة؟ يعني البنت مرت الأب مرت الابن. الكنة؟ شو يشتهى في الدنيا؟ البنت. إذا ما ارتاحت معاه ما ترتاح غيرها. استبدلها. خطأ. لو صح. خطأ. لربما تفكر باستبدالك. وين رايح؟ تفضل أستاذ أركان. وتفضل أستاذ رعد. والآن الآن احتاج إلى تفكير لأنه سؤال حاسم. فالآن هدوء. الأستاذ سعد، قم بتسمية شيء في منزلك قد ترغب حماتك في استبداله. شو تقول؟ المطبخ. المطبخ طبعا، لأن الحمات تريد يعني تشيل البتها. خلي نشوف الآن بالله عدنان شو يقول أبو الحب. السيارة. 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 خطأ. خطأ أول. شهد. غرفة النوم. ها؟ غرفة النوم. غرفة النوم صح. ورعد. صبغ البيت. صبغ الدار صح. صح. إذا عندكم خطأ واحد. ونرجع على الأستاذ سعد، انطيني احتمال آخر. تغيير الصالة. تغيير الصالة. لا، خطأ ثاني. خطأ ثاني. احنا قلنا تغيير أثاث المنزل، المطبخ وغرفة النوم. باقي 3 احتمالات وعندكم خطأين، وتحضروا تشاوروا فيما بيناتكم، اتفقوا على شيء. وإذا عدنان. تغيير المنزل. تغيير المنزل كله. خلينا نشوف. تغيير المنزل خطأ ثالث. والروح